مرحبا. Thousand words in 2 minutes. الدرس 14 والكلمة account. هيا لنكتشف أسرار هذه الكلمة. قبل البدء كالعادة get ready. استعد. Get ready. Write all the phrases. So you need a notebook, a pencil. 2 minutes. Just 2 minutes. Say after me five times loudly. كرر بعدي العبارات بصوت مرتفع وباللفظ الصحيح 5 مرات حتى تتقنها. هيا لنبدأ. Subscribe and like للفيديو. اضغط على اعجاب للفيديو. Account. معاني عديدة لهذه الكلمة. حساب، محاسبة، اعتبار، تقرير، رصيد، قصة، سبب أو قيمة أو أهمية أو بيان بالأسباب. Please subscribe and like. المثال الأول. I asked him. أنا سألته. To put it. ليضعها on my account. ليضعها في حسابي. طلبت منه وضعه في حسابي. I asked him to put it on my account. المثال الثاني. As with his son. His death was treated. موته تعامل معه أو تعامل معه as a matter of no account. على أنه أمر لا يهم. كما هو الحال مع ابنه. عامل موته على أنه أمر لا يهم. Account مرادفات هذه الكلمة. Calculation عملية حسابية. Status importance and bill. وهنا تأتي حساب مثل حساب المطعم أو حساب عند الشراء. Bill. هذه من مرادفات كلمة account. أما أهم العبارات accountability مسؤولية. Accountability account holder صاحب الحساب. Account holder. A bank account حساب في البنك. أو نقدر نقول Facebook account, YouTube account وباقي الأشياء التي فيها حسابات. شكرا لكم على المتابعة وانتظرونا في الحلقة القادمة. مع السلامة.